عاما بعد آخر يتسع نطاق الاتجار بالمواد المخدرة وتزداد أعداد المدمنين عليها في إقليم كردستان العراق بحسب إحصائيات مديرية مكافحة المخدرات وسط غياب مراكز تعنى بعلاج المدمنين. الجهات الأمنية أكدت أنها ألقت القبض على 385 من تجار المخدرات والمتعاطين بها في نطاق محافظتي أربيل والسليمانية فقط، جلهم من الشباب من كلا الجنسين وبعض القاصرين، كما ضبطت نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بشتى مسمياتها أثناء محاولة المهربين إدخالها إلى الإقليم بأساليب غريبة. منذ بداية العام الحالي قبض على 113 شخصا من تجار المخدرات والمتعاطين لها، من بينهم 10 نساء، ما يعني أن نطاق الإتجار بالمخدرات وتعاطيها أخذ بالاتساع لأسباب أهمها البطالة وتداعيات الحرب ضد داعش وضعف السلطات العراقية في ضبط الحدود، حيث تدخل معظم المواد المخدرة إلى البلاد من الجانب الإيراني. أطباء معالجون أكدوا أن حالات الإدمان الفردية تحولت إلى ظاهرة واضحة وتحديدا في أوساط الشباب من كلا الجنسين، وأن من بين المدمنين الخاضعين للعلاج أطباء وصيادلة. حالات الإدمان التي نعالجها باتت يومية وتصل في بعض الأشهر إلى 100 حالة في محافظة السليمانية فقط، معظمها تتكلل بالعلاج الشافي باستخدام العقاقير ومعالجة العوامل النفسية المسببة للإدمان قبل إخضاع المريض لعملية إعادة التأهيل. الحل الأمثل لمكافحة المخدرات بحسب مختصين يكمن في توعية الشباب بمخاطر المخدرات والقضاء على الأسباب التي تدفع بهم نحو الإدمان وإقامة مراكز للعلاج الطوعي. تنامي التجار بالمواد المخدرة واتساع نطاق تعاطيها لا سيما في أوساط الشباب هنا في إقليم كردستان مؤشر ينذر حسب مختصين بالكثير من المخاطر الصحية والاجتماعية، ما يحتم على الجهات المعنية اتخاذ تدابير عاجلة. إيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، السليمانية.